المفوضية الأوروبية تتوقع نمواً اقتصادياً منخفض في النمسا. رئيس الاستخبارات يطالب بتشريع قانوني يسمح بمراقبة الهواتف. وزارة البيئة تكشف عن احتيال شركات في برنامج مكافأة الإصلاح. 74% من أتراك النمسا يصوتون للرئيس رجب طيب أردوغان. النمسا والهند توقعان اتفاقية تسهيل انتقال العمالة الماهرة. وأخيرا انفجارات تطلق تطبيق أخبار النمسا على الهواتف الذكية. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. توقع الاتحاد الأوروبي نموا اقتصاديا ضعيف للنمسا بنسبة 4% هذا العام، أقل من التوقعات السابقة بنسبة 5%. وأكد أن التضخم سيبقى عاليا عند 7.1% هذا العام، وقد ينخفض العام المقبل. كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف العمل وضعف الصادرات للنمو الضعيف. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة تدريجيا، وتؤدي الأجور المرتفعة إلى زيادة الاستهلاك والنمو في العام المقبل، بالإضافة إلى توقع زيادة في الصادرات. طالب رئيس الأمن والاستخبارات في النمسا عمر هيجاوي بريخنا بتعزيز صلاحيات المراقبة لمكافحة التطرف، بما في ذلك مراقبة تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف. ويهدف ذلك إلى تتبع مؤشرات خطط هجمات محددة للمتطرفين، ويدعم قوانين أكثر صرامة لمكافحة التجسس. وشدد على أنه لا يؤيد المراقبة الجماعية، فيما يركز على التهديدات المحددة ضمن التوافقات القانونية. يذكر أنه يعاقب على التجسس فقط إذا كان مستهدفا للنمسا وليس للمنظمات الدولية في البلاد. Rechtliche Befugnisse und technische Möglichkeiten der Verfassungsschutzbehörden sollten daher adaptiert werden und an die Moderne der Digitalisierung angepasst werden. كشفت وزارة حماية البيئة عن حالات احتيال في برنامج مكافأة الإصلاح، حيث تم اكتشاف 36 شركة مشتبه فيها، خاصة في متاجر الهواتف المحمولة. وقد تم تعليق مشاركة الشركات والبدء في جمع المعلومات للتحقيق. وأكدت وزيرة المناخ لوينا جفيسلا أن الحالات ستواجه عواقب قانونية، ويجب سداد أي مبالغ غير قانونية، وذلك بعد أن يتم تحديد الضرر الإجمالي في إطار التحقيق المستمر. كشفت الانتخابات الرئاسية التركية حصول الرئيس الحالي أردوغان على نسبة 74% من أصوات الناخبين الأتراك المقيمين في النمسا. وحصل كمال كيليكدار أغلو على 24.16% فقط من أصل أكثر من 62,000 ناخب خلال عملية التصويت التي استمرت ل13 يوما. وقد شهدت الانتخابات تحركا أمنيا في فيينا بسبب تقارير تحذر من تأثير جهاز استخبارات أجنبي على الأتراك في النمسا بناء على مواقفهم السياسية. وقد تم نشر قوات أمنية خاصة في الحي العاشر في فيينا، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث. وقع وزير الخارجية النمساوي اتفاقية ثنائية مع نظيره الهندي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل انتقال العمالة الماهرة. وأعلن الطرفان أن الاتفاقية تعزز التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل عملية إعادة اللاجئين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وتهدف أيضا إلى تسهيل إصدار التأشيرات للصحفيين والعلماء وتبادل الطلاب، كما يشمل الاتفاق برنامجا للعطلة العملية للشباب لاكتساب الخبرة المهنية في البلدين. أطلقت مؤسسة النمسا ميديا إنفوجرات تطبيقاتها للهواتف الذكية لتوفير محتوى الأخبار والمعلومات في النمسا بسهولة ومرونة. وتوفر التطبيقات تصفحا سريعا ومرتب للأخبار والمقالات في مجالات متنوعة، إضافة لتنبيهات للأخبار الهامة. ويهدف ذلك لتوفير تجربة قراءة مريحة وسهلة للمستخدمين في عصر التكنولوجيا الرقمية بعيدة عن وسائل التواصل الاجتماعي،
والتطبيقات متوفرة مجاناً على متجري جوجل بلاي لهواتف أندرويد وأبل ستور لهواتف آيفون. والثقافي إنفوجرام شريك النجاح. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم، لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرام على هواتفكم لتبقوا على اطلاع. كنت معكم أنا بثينة سلام، وإلى اللقاء.